إلى أي مدى تستطيع المنطقة من خلال قرارات للقمة العربية أو من خلال اتصالات الدول في دول عربية مختلفة لها علاقات مع إما مع الولايات المتحدة أو مع الأطراف الأوروبية أو مع غيره، يعني ده كلام واضح في مشروعات وفي مصالح وفي غيره الأمريكان والأطراف المختلفة. هذه المصالح يجب أن تكون جزء من هذا الأمر، لن يخسر العرب كثيرا إذا استخدموا أوراقهم بشكل فاعل وبشكل المعارك السياسية والدبلوماسية والأمنية وغيره بتدور، وفي اتصالات وفي مصالح مختلفة حتى مع جوانب الاحتلال وغيره وحتى المناطق الإقليمية، وده شيء أصبح معلن هوش مخفي، وبالتالي فتوظيف الأوراق ده شيء مهم. وأنا ضربت مثل بأنه مصر أكثر دولة لها علاقات، عملت سلام مع إسرائيل وكان في حرب قبل كده، ثم لها علاقات مع الولايات المتحدة، ومع ذلك طول الوقت في اختلاف في وجهات النظر تمسكا من مصر بموقفها المبدئي تجاه القضايا الفلسطينيه او في قضايا امنيه وفي قضايا مختلفه. قضيه التوطين اعتقد ان صحيح. او التهجير كانت مصر حاسمه جدا في خطوطها الحمراء ان مصر واعتقد يا استاذ اكرم انه قضيه رفض التهجير القسري للفلسطينيين هيكون بند رئيسي في اجنده بالضبط. القمه اليوم بالضبط. لانه في اجماع عربي ومواقف دوليه كثيره بتؤكد على الموقف المصري الرافض من اليوم الاول لسياسه التهجير والتوطين وترحيل بالزبط. الفلسطينيين بالظبط، وده دي نقطه في غايه الاهميه الحقيقه، وجود موقف عربي مهم. مش صحيح انه دايما في استهانه او تقليل من قيمه القمه العربيه، وكمان هذهب للنقطه المهمه انه دايما مصر بتذهب اليها، الجزء العاجل مهم وقف ادخال المساعدات ثم وقف اطلاق النار جزئيا او استمرارا وقبول مبادرات الوقف النهائي لاطلاق النار، ثم ماذا بعد؟ يعني يجب ان يكون هناك رؤيه عربيه لماذا بعد حتى لا يتكرر هذا الامر. مصر بتروح للقضيه الرئيسيه اللي هو يجب ان يكون في موقف عربي، تمسك موقف عربي بالدوله الفلسطينيه. بالمناسبة السلام سيكون مرحلة أكثر صعوبة من المعارك. هنا فكرة التأكيد على حل الدولتين أستاذ أكرم، لأنه دايما في أغلب القمم العربية طرحت مبادرة السلام العربية ولم تتجاوب إسرائيل معها في 2002 في 2002، وكانت مبادرة مهمة، والحقيقة أنه يمكن البعض استعجل في أنه يقدم الوعود بدلا من الشروط، يعني بمعنى أنه المبادرة العربية للسلام أطلقها الملك عبد الله في 2002 في بيروت كانت مهمة لأنها كانت بتبادل السلام بالسلام، يعني الأرض بالسلام بالتطبيع بغيره، يبقى فيها علاقات ممتدة وعلاقات دائمة. يمكن البعض استعجل ده، لكن كمان خلينا نقول إنه إسرائيل كانت في وقت من الأوقات بتقول إيه؟ السلام مقابل السلام، لا ما فيش حاجة اسمها السلام مقابل السلام. أعتقد إن التجربة الآن أثبتت إنه لن تحظى إسرائيل بأي درجة من السلم أو الاستقرار أو غيره ما لم يحصل الفلسطينيون على أرضهم. المهجرين والناس اللي بيجيبوهم والتشكيلات اللي بيجيبوها من بره ابتدت تتوقف، وده كلام نظريات إسرائيل بعدم وجود حدود ومن النهر إلى البحر، ده كلام أثبتت التجربة فشل وتهافته. إسرائيل مش قادرة تعيش في وسط الفلسطينيين اللي هي واخدة أراضيهم، وبالتالي فالضغط في التبادل فهذا صحيح ده ظاهر انه المتطرفين في اسرائيل السائدين دلوقتي، لكن في تيار في اسرائيل موجود دلوقتي ويمكن قراءته في الصحافه وفي الاعلام والخبراء بينقلوه، بيرى انه هذا الحل حل الدولتين ضروري حتى يمكن الامان، لانه احنا بتتكرر هذه الامور مهما كان العدوان ومهما كان الاباده ومهما كان غيره، ما تزال الصواريخ بتسقط على اسرائيل حتى لو كان تاثيرها قليل بتزيد، واللي حصل في 7 اكتوبر ده تغير نوعي كبير جدا يجب ان يضع اسرائيل في الواجهه. فبالتالي عوده للقمه يعني العربيه انه العرب لديهم اوراق ولديهم قدرات في حال تعاملوا بجديه وبوحده وبشراكه وبتعاون ودون تنافس. وكمان الحقيقه الانتباه لنقطه مهمه انه اللي بيحصل دلوقتي احيانا في محاولات كده في المنطقة أو اللجان الإلكترونية والمنصات المعادية وغير يحاولوا يوقعوا بين الدول العربية، مفيش تنافس بين الدول العربية، الدول العربية مصالحها واحدة إنها تتعاون مع بعض وتواجه، لأن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الجميع. هذه الحرب تأثيراتها الاقتصادية وتأثيراتها السياسية تأثيراتها حتى الاجتماعية في المجتمعات تحدث خلخلات. العالم كله النهاردة بقى متفاهم هذا الأمر وفي تغيير حقيقي في أوروبا، فبالتالي
من المهم انه يبقى فيه قمم العربيه، وده موقف مصر دائما الحقيقه. لازم موقف عربي ويبقى فيه قدره على التنسيق، ومصر دعت على مدى السنوات لهذا الامر. ودي نقطه، في اوراق يمتلك اوراق في حال التوحد يمكن اصدار اكثر مما البيانات واتخاذ مواقف والاشارات بتهديدات وغيره. في اتصالات دائما خلف الاسوار او خلف الجدران بتكون فاعله اكثر، واحنا دايما بنقول ان اللي بيظهر ده قمه جبل الجليد والباقي تفاصيل. يعني اذا بنتكلم عن الدوله المصريه في جهود جباره بتبذل من كافه المؤسسات دبلوماسيا وسياسيا وامنيا وغيره، ما بتظهرش غير ان نتائجها بتتحقق في مبادرات بتطرح، في اتصالات، في تبادل محتجزين، في غيره، كلها بتقود في النهايه الى اتخاذ موقف. لكن وجود موقف عربي بيمثل ظهر للقضيه الفلسطينيه وتحرك دول كبيره زي مصر او غيره في وجود موقف هو حق عربي. يعني هو حائط، هو حائط صد، وهو كمان خلينا نقول ذراع حمايه لكل الدول العربيه، زي ما حضرتك تحدثت هذه الحرب على قطاع غزه بالفعل ليها تداعيات اقتصاديه وسياسيه ايضا اجتماعيه ايضا، هي رساله انه يجب ان يتحد الصف العربي.